بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا مرة مضت قد وقفنا عند حديث روي في الموطأ، وهو الحديث الثالث من هذا الباب، باب الجنائز، عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر قد غسلت زوجها أبا بكر حينما توفي، ثم خرجت غسلته حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لها: لا، لا غسل عليك. أشاروا لها بأنه لا غسل. هذا إجماع السلف على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها بلا حرج، الزوجة لها أن تغسل زوجها. وقد ذكرنا مرة مضت أنها سألت عن أمر شاع، وهو أن من يغسل الميت يغتسل، فأجابها كبار الصحابة الذين حضروا تلك المناسبة، وهي وفاة سيدنا أبي بكر وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أجابها كبار المهاجرين وقالوا لها: لا غسل عليك، يعني أنها لا تطالب بهذا. من هذا الحديث كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قد أخذ لنا حكما، وهو أنه من غسل ميتا لا يطالب بأن يغتسل، بل هو في حل من أمره. لكنه ورد في المدونة قال: إن اغتسل فحسن، إذا أراده اختيارا أن يفعل ذلك من غير أن يؤمر به إجبارا. قالوا: إن فعله فلا شيء عليه، وهو مستحسن إن فعل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والشافعي. وفي الاستذكار لابن عبد البر أن عائشة سألتها معاذة قالت: أيغتسل من غسل ميتا أم لا؟ فقالت لها عائشة: لا، لا غسل على من غسل، لا غسل على من غسل الميت. وهذا دليل على أن من خالف هذا ما عنده ما يصح فيه من الدليل، هذا الدليل أقوى على أنه لا غسل، والذي قال بالعكس ليس له دليل قوي، وهذا الذي قال به أغلب الجمهور. قالوا: ولا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه. هذه قاعدة في مسألة الطهارات، لأن الطهارات كانت أوجبها الله تعالى إما بنصوص من القرآن، كما هو حال الغسل، وكما هو حال الوضوء، وكما هو حال التيمم، قد أوجبها الله تعالى بنصوص من القرآن، فما لا نص فيه لا يجوز أن يكون مفروضا على أنه طهارة وملزم به من يلزم. لا يجوز أن يلزم المؤمن بأمر يتعلق بالطهارة إلا بنص، والنص هنا لا يوجد، لا يوجد هناك نص من كتاب، ولا هناك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يوجد أمر واضح في هذه المسألة. إذن هذا ما تركناه في النص الماضي، وأظن أن بعده كلام كان قد ذكر بعض النصوص الإضافية. نعم، بعد هذا الحديث مباشرة. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا.
قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. نعم، هذا النص الذي بين أيدينا هو نص يشرح الحالة التي ذكرها، وهو أن يكون هناك ميت بين النساء في سفر، أو ميتة بين الرجال في سفر، فهذا يعتبر من الاستثناءات، من الاستثناءات التي تستثنى. هذا الكلام قال: إذا لم يوجد لها محرم، ولا وجد لها زوج، ولا وجد نساء بالنسبة للمرأة، ييممنها، أي يقمن بالتيمم للميتة، إذا كان رجال فقط وما وجدت نساء، إذا فيه نساء تغسل، إذا فيه زوج يغسل. وهناك بعض الاستثناء قالوا: إذا كان فيه محرم له أن يغسل، ولكن من فوق الثوب، يجوز هذا على الاستثناء وسنتكلم عنه. لكنه إن ما وجد من يحل له أن يغسل الميتة، قالوا فإنه ييممونها، أي الرجال موجودون معها ييممونها تيمم الصلاة، ولكن بنية غسل الميتة، بنية غسل الميتة، كما يفعله من لم يجد ماء. فإنه إن لم يجد ماء ووجب عليه الغسل الأكبر وما وجد الماء، فإنه يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر. هذا الذي قاله الفقهاء. هذا الكلام متفق عليه، وهو الذي نص عليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في قضية التيمم. ولكن طرح سؤال حول المحرم غير الزوجي. قلنا الزوج فيه نص أنه يجوز أن ييمم زوجته. افرض أنه يوجد محرم من محارمه، أخوها أو ابنها، واحد ممن هو من محارمها، ولكنه ليس زوجها، هل يجوز له أن يغسلها أو لا يجوز له أن يغسلها؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم ومن سماع لأشهب رضي الله تعالى عنه أنه يجوز أن يغسلها ذو محرم. قال: محرمها يجوز له كزوجها، يجوز له كزوجها أن يغسلها، إذا كان أحد محارمها أبوها أو أخوها أو ابنها ممن له محرمية عليها. هذا قال في رواية ابن القاسم، قال: يجوز له أن ييممها، أن يغسلها فوق الثياب، يعني تبقى مستورة ولكن يرمى عليها الماء ويمرر يده فوق الثياب. قالوا: يجوز هذا ولا حرج. إذا لم يكن نساء ولم يكن زوج، جاز للمحرم أن يقوم مقامهما. وكذلك الرجل تغسله ذات محرم، تغسله أمه، وتغسله ابنته، وتغسله أخته، وهكذا دواليك. قال ابن القاسم: وكذلك الرجل تغسله ذات محرم. هذا إذا لم يكن رجال. وذكر الإمام سحنون عن الإمام أشهب عكس هذا، قال: ذوو الأرحام لا يغسل بعضهم بعضا، يعني المحارم باستثناء الزوج الذي يجوز له أن يغسل زوجته. هذا رأي الإمام أشهب، وهو عكس رأي الإمام بن القاسم. قال: لا يغسل ذوو الأرحام بعضهم بعضا، ولكن ييممون، أي أنه إن كان الخيار بين أن يغسله ذو محرم أو أن ييمم، ييمم أحسن سدا للذريعة. هذا ما ذكر. وقال مالك رضي الله تعالى عنه: ولا يجاوز النساء إذا يممن الرجل الكفين، قال ذات محرم أو غير ذات محرم، تيمم الرجل بنية غسل موته. قال: لا تتجاوز في تيممه كفيه، أي لا تصل به إلى الذراعين. والعكس
النساء إن يممن الرجل بلغنا به إلى المرفقين. هذا الذي روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، وهو حديث ينبني على جملة من الأحكام البسيطة. وننتقل الآن إلى ما جاء في كفن الميت على بركة الله. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة.